حجاج بيت الله الحرام يتمون المناسك برمي الجمرات وطواف الوداع في ثالث أيام التشريق. في إحاطته لمجلس الأمن، المبعوث الأممي يعترف بفشل مساعيه لفتح الطرقات بسبب الرفض الحوثي. النازحون في الضالع بين أوضاع إنسانية صعبة والحنين إلى ديارهم. مرحبا بكم. ينهي حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين مناسك الحج بعد تأدية طواف الوداع في المسجد الحرام، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة، بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق. وكان نحو مليون حاج أتى الأربعاء الماضي طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الأعوام التي سبقت كورونا، حيث وصل العدد في تلك المواسم إلى أكثر من مليونين وخمسمائة ألف حاج. إلى ذلك، أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة استكمال حجاج اليمن أداء مناسك الحج ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة. نعلن في وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال حجاج بلادنا أداء مناسكهم ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة، وقد تمت عملية التنفيذ لكل خطط الوزارة بنجاح منذ بداية الإعلان عن الحج ابتداء من التسجيل الذي كان في فترة قياسية. أكد المبعوث الأممي في إحاطته الجديدة لمجلس الأمن رفض ميليشيا الحوثي فتح الطرقات وتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية، ليبقى خيار الحسم العسكري هو الحل في التعامل مع هذه الميليشيات الرافضة للسلام. مماضلة حوثية من أي نوايا لتنفيذ بنود الهدنة الأممية، ذلك ما اتضح جليا عن ميليشيا الحوثي من قبل إحاطة المبعوث الأممي، لكن الأخير كشف عنها بعدما وجهت له اتهامات بالتواطؤ مع الجماعة مسبقا، فقد تعامل معها بإيجابية رغم الرفض الحوثي المستمر في تنفيذ عملية السلام، ليبقى الحسم العسكري هو الحل الوحيد للتعامل مع هذه الجماعة. وفي إحاطته الأخيرة كشف المبعوث الأممي أنه اقترح فتح الطرق على مراحل متعددة، لكن الحوثيين رفضوا وعبروا عن قناعة راسخة بشأن إمكانية فتح الطرق المغلقة إلى تعز ومحافظات أخرى، رغم أن هذا البند أحد بنود الهدنة الذي انتظر اليمنيون تنفيذه والسماح بفتح الطرق من قبل جماعة الحوثي وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحاصر سكان تعز. ولم تذهب الإحاطة بعيدا عن العقبات وحصد الألغام للمدنيين، رغم أن الهدنة صامدة بحسب المبعوث الأممي، والذي أشار إلى أنه ما زال يتلقى من كلا الجانبين إفادات عن حوادث مزعومة داخل اليمن، بما في ذلك إطلاق مباشر وغير مباشر للنيران والهجمات بالطائرات المسيرة وعمليات التحليق الاستطلاعية وإنشاء تحصينات وخنادق جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكل متواصل. أسابيع بقيت من فترة تمديد الهدنة التي ملأتها ميليشيا الحوثي بخروقات لا حصر لها في الساحل الغربي ومأرب وتعز، وتسببت في ضحايا ما بين قتيل وجريح، لكن الإحاطة لم تشير إلى هذه الخروقات والجرائم التي تمارسها الميليشيا، بل قال المبعوث أن فترة الهدنة نتج عنها انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين تقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليها الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة. ولأول مرة يعلن المبعوث الأممي صراحة إلى رفض الحوثيين التجاوب لمقترحاته في فتح طريق تعز بعد جهود سياسية بذلت من قبل مجلس القيادة الرئاسية، سواء في فتح مدار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، لكن الجماعة من جديد قيدت الوصول إلى أي تسوية سياسية، وبات الحسم العسكري هو الحل الأوحد لإنهاء معاناة اليمنيين وإحلال السلام في البلاد، هكذا يقول مراقبون. وفي محاولة لقتل فرحة أبناء تعز بالعيد، استهدف محيط ساحة مهرجان العيد الخامس في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة. تشهد اليمن حربا مستمرة منذ 8 سنوات متتالية، خصوصا تعز التي تتعرض للحصار المشدد لمداخل ومخارج المدينة لسنوات،
وقد طالت وتمكنت الحرب من خنق الحياة الفنية والثقافية في المدينة التي عرفت بعاصمة الثقافة اليمنية. وفي ظل الوضع القاتم الذي تمر به مدينة تعز، ما زال الشباب متمسكين بالنشاط الفني والثقافي، يواجهون وجع الحرب بالفن وينشرون الوجه الجميل للمدينة التي شوهتها الحرب وأنهكها الحصار. يسعى هؤلاء الشباب إلى مخاطبة العالم والإنسانية من تحت الركام، ويرسلون برقية السلام والمحبة والتعايش من وراء خطوط التماس، يقلبون قبح الواقع المأساوي بعزفهم لسيفونية السلام وسط مدينة ترزح تحت وطأة الحرب والفقر والقهر ويخنقها الرعب. مهرجان العيد الخامس الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة كان قد بدأ فعاليته بحضور عدد من الفنانين وجموع غفير من المواطنين، ولم تمضي ساعة واحدة حتى أطلقت الميليشيات الحوثية غذائف الهاون بالقرب من مكان إقامة المهرجان، متسببة بالخوف الذريع لدى الأسر التي حضرت للاستمتاع في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك. وفور الحادثة وجهت اللجنة الأمنية بوقف فعاليات مهرجان العيد الخامس حفاظا على سلامة المواطنين الذين وجدوا في المهرجان متنفسا عاديا في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة منذ 8 سنوات. أكثر من 7000 أسرة نازحة من مناطق شمال وغرب الضالع بين أوضاع إنسانية صعبة وحنين لقراهم ومدنهم ومنازلهم خلال أيام العيد. أكثر من 2000 طفل نازح إلى هذه المدينة السكنية الغير مكتملة البناء بمنطقة سناح مديرية الضالع منذ عدة سنوات. منهم الطفل بندر ناجي الذي نزح مع أسرته من منطقة مرخزة القريبة من مدينة الفاخر، ينظر باتجاه قريته ومنزله بشوق وحنين، ولا سيما خلال أيام العيد كحال كل الأطفال النازحين مع أسرهم والتي يتجاوز عددها 7000 أسرة. يتحدث الطفل بندر اليوبي وبقية الأطفال النازحين من شمال وغرب الضالع عن فرحة ناقصة وحلم العودة للديار وذكريات اللعب مع أصدقائهم وزيارة الأقارب خلال أيام العيد، لكنهم يعيشون على أمل الرجوع إلى منازلهم ويأملون بعيد يعود عليهم وهم بأفضل حال. احنا من مرخزة نازحين من شردنا 4 سنين، والآن هذا العيد الرابع، واحنا نشتي نلعب احنا اصحابنا ونشتي نروح سريع، واحنا الآن مشردين بالمدينة السكنية. احنا نازحين من العود، احنا نزحنا لسناح، واحنا الآن العيد حاسين ببلادنا، نستنجح احنا اصحابنا نلعب بلادنا. الاف الاسر من العود والحشا ودمت ومريس والفاخر ومرخزة وبتار وصبيرة والمشاريع ومناطق كثيرة في شمال وغرب الضالع حرمت الكثير من العادات والتقاليد التي تعودوا عليها خلال ايام عيد الاضحى المبارك، وعجزوا عن شراء ملابس العيد لاطفالهم فضلا عن الاضاحي في مكتوب. هذه المدينة السكنية وغيرها من المناطق التي يعيش فيها النازحون اوضاعا مأساوية بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وغياب دور المنظمات الإنسانية والجمعيات التي تروج إعلاميا بتوزيعها لملابس وأضاحي العيد لتلك الأسر، لكن تلك المساعدات لا تصل إلا لمن تصل إليهم كاميرات تلك المنظمات التي تهتم بالتوفيق أكثر من تقديم العون للمعوزين. تم توزيع أضاحي في مديرية عقبة من قبل بعض الجمعيات أو من قبل فاعلين الخير أو كالمنظمات، لكن عندنا لم تتم توزيع حتى كيلو عدد النازحين، بالرغم ان عدد النازحين يفوق 400 وكسور هكذا، لكن لا يتم توزيع اي اضاحي عندنا. نحن نازحين محافظه الضالع في هذا المخيم، وهو يضم النازحين من جميع
أماكن الصراع من الحشاء، من بكار، من صبير، مرخزة، الفاخر، العود، دمت. نحن نعاني أشد المعاناة من هذا النزوح، عن التشرذم والبعد عن أهلنا وديارنا، ونحن في أكبر مخيم على مستوى محافظة الضالع يضم أكثر من 500 أسرة. يعني التشرذم والتشرد معانا شديدة علينا، وخاصة في الأفراح في عيد الأضحى المبارك هذا، ونحن بعيدين عن أسرنا، عن أهلنا، عن أمهاتنا، عن آبائنا، برغم التضحيات التي ضحينا، ولكن شاءت الأقدار أن نحن بعد التضحيات نتشرد ونبعد عن أهلنا وعن ديارنا. فرحة ناقصة عاشها هؤلاء الأطفال النازحون مع أقاربهم، حيث أتى عيد الأضحى المبارك وهم يعانون من أوجاع وآلام التشرد والنزوح ومرارة البعد عن الأهل والديار. من مخيم النزوح بسناء، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع. وفي مأرب تتفاقم معاناة النازحين في المخيمات نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة وهبوب عاصفة رملية. وقالت مصادر محلية إن النازحين في مخيم السمية الواقع شرقي مديرية الوادي يعيشون ظروفا صعبة نتيجة عاصفة رملية ضربت أجزاء واسعة في المحافظة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول الحماية بالوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمأرب مبخوت عدبان. مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا. أطلعنا على أوضاع النازحين جراء العاصفة الرملية التي ضربت المحافظة. نعم، تعرضت مخيمات النزوح في محافظة مأرب على لعدد أكثر من 200 مخيم نازح إلى عواصف رملية شديدة من الصباح الباكر حتى الساعة نتيجة المنخفض الجوي الجاري. المخيمات تعرضت لأضرار كثيرة نتيجة قوة الرياح وردعة الماء الذي يسكن فيه النازحين، لظروف ضعف الماء وعدم الصيانة. تعرضت هذه المخيمات لأضرار كبيرة، منها مخيم السويدة الذي انقطعت فيه الكهرباء، وأيضا بعض مساكن النازحين تعرضوا للتلف، بالإضافة إلى ظروف نفسية واجتماعية عاشها سكان المخيم حتى اللحظة. بينما في إحصائية أولية للمخيمات المتضررة، هي ضربت معظم المخيمات، تسببت في تلف خزانة المياه، تسببت أيضا في انتشار أمراض كثيرة لكبار السن والأطفال من أمراض الربو، ونتيجة الاحتكاك الرؤية بشكل كامل وغياب ضعف الخدمات الصحية. المخيمات تعيش وضع سيء إذا استمر هذا العواصف، وكما أن الجو الآن مهيأ نزول أمطار وحدوث سيول، فهذا يضاعف المشاكل على والمعاناة على هذه المخيمات التي تعيش ظروف معيشية استثنائية بشكل كبير. طيب، هل ما زالت المستمرة العاصفة حتى اللحظة في المخيمات، وما الذي تم تقديمه للنازحين؟ نعم، في معظم المخيمات الآن استقرت العاصفة مع حلول المساء، لكن لا زال الجو مهيأ لحدوث عواصف رعدية، بالإضافة إلى هطول أمطار وتفوق سيول. مع أن معظم المخيمات منتشرة بشكل عشوائي، فإن الخطر والمعاناة لا زالت قائمة على حياة هؤلاء النازحين. إذن مسؤول الحماية بالوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمأرب مبخوت عدبان، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. سكان منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية يتهددهم التهجير بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد. الله يصلح حال البلاد والعباد. السنة عام خير على شعب اليمني كافة. أن يجمع كلمات اليمنيين
ويحقن دماءهم ويخفف على المواطنين اليمنيين إن شاء الله. الله يصلح اليمن وأهلها. نسأل من الله أن يصلح حالنا في بلادنا وأن يصلح شأن اليمنيين، فقد عانى اليمنيين الكثير والكثير، وأن يخاوي بيننا إن شاء الله ويجنبنا هذه الفتنة الذي في بلادنا، أن يفرجها على البلاد والعباد ويجنبنا الفتن. وأن واحد كلمتهم أن ترحمنا حالنا كيمنيين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح شأننا. يتهدد سكان منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية الطرد بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي الجاري لتمهد الطريق أمام تهجير قسري لثمانية تجمعات سكنية يعد الأكبر منذ النكسة. 4000 فلسطيني بات أمر تهجيرهم وترحيلهم مسألة وقت لا أكثر. هذا ما تخططه قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، خاصة بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا مقدما من مالكي لإثنى عشر تجمعا سكنيا في المنطقة ضد قرار الاحتلال بإعلانها لأكثر من 30000 دنم من أراضيها غير مأهولة بالسكان، وذلك تمهيدا لاستمرار عملية الهدم. مسافر يطا مركز هذا العدوان وهذا الاستيطان منذ أكثر من 4 شهور، هناك نوايا إسرائيلية لاقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أرضهم. نجاح الاستيطان الإسرائيلي في هذه المنطقة يقيم منطقة عازلة بين المحافظات الفلسطينية بعضها البعض، ويقطع التواصل فيما بين المحافظات الفلسطينية. العدوان الإسرائيلي هدفه تهجير أكبر عدد ممكن من السكان وتجميعهم على أصغر مسافة ممكن من الأرض، تمهيدا لنشر عدد واسع من المستوطنات. تعرضت التجمعات السكانية بمسافر يطا أكثر من مرة لعمليات هدم وتهجير من قبل الاحتلال، وشهدت مواجهات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم وإبعادهم لمناطق أخرى، وصولا لهذه الآونة التي تشهد عملية هدم لأكثر من 10 منشآت سكنية وزراعية وهدم آبار للمياه وإجبار الطواقم الطبية على مغادرة المنطقة. يدعي الاحتلال بأنها أرض خالية ولا يوجد عليها شيء، ويحاول تحت مظلة تحويل لمنطقة إطلاق نار أن يمنع وجود سكان فلسطينيين في هذه المنطقة. هناك صراع قانوني دار على أكثر من 20 عاما، بطبيعة الحال المحاكم الإسرائيلية ستنحاز لدولة الاحتلال، وانتهت في أعلى محكمة عسكرية بطرد هؤلاء. الآن الفلسطيني الذي يقيم على أرضه يراهن على صموده فقط، وأن يكون هناك مناصرة دولية لمنع أكبر عملية تهجير يحاول الاحتلال تنفيذها على أرض فلسطين في هذه اللحظة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي حوالي 1032 مسكنا ومنشأ، منها 361 مسكنا، ما أدى إلى تشريد 1834 فردا، منهم 954 طفلا، وقد باتت الأسر مشتتة ممزقة تبحث عن مساكن آمنة تلملم خصوصيتهم. يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم والاختارات بوقف البناء ضد المواطنين الفلسطينيين، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي لتهجير السكان من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين. عبد الهادي فرحات، قناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة. بينما يعتزم الرئيس السريلانكي الاستقالة الأربعاء، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الثلاثاء أنه سيرشح زعيمه للرئاسة. وأكد الأمين العام لحزب سلطة الشعب المتحدة السعي لتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب لفترة محدودة، ثم الذهاب بعد ذلك إلى انتخابات برلمانية. وكان رئيس البرلمان السريلانكي قال إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 يوليو، وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر نفسه. وقال إن الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل ستقدم إلى البرلمان في 19 يوليو. في تطورات العملية الروسية الأوكرانية في أوكرانيا، ذكرت وسائل إعلام أن انفجارات سمع دويها في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الشمالية والغربية للبلاد. كما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته استهدفت مستودعات ذخيرة روسية في نوفا كاخوفا بخيرسون
من جانبها قالت الدفاع الروسية إن صواريخ القيصر دمرت الأنظمة المضادة للسفن في أوديسا. في غضون ذلك قالت الخارجية الروسية إن موسكو على استعداد للتفاوض مع كييف إذا تم أخذ الموقف الروسي في عين الاعتبار بالشكل المناسب، وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال مشاركة الأمم المتحدة كوسيط في المفاوضات الروسية الأوكرانية. بثت وكالة ناسا الأمريكية أول صور ملونة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وجرى بث اللقطات خلال إحاطة في البيت الأبيض بحضور الرئيس جو بايدن ومسؤولي ناسا، وهي أول صور بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب. وأفادت بأن الصور الأولى التي التقطها تلسكوب جيمس ويب تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة، بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان الأمن الغذائي مع قرب نفاذ مخزون القمح. أقول كلمة لسياسيين مختلف أنواعهم في اليمن، رفقا باليمنيين، اتقوا الله في اليمنيين، فهل ينظروا إلى الشعب هذا بنظرة الرحمة والعطف؟ نسأل من الله أن يهدي السياسيين حقنا. عبرت ست محافظات هي الضالع ولحم وعدن وأبين وشبوة وحضرموت حتى وصلت إلى المنفذ السعودي في رحلة مكوكية استغرقت أكثر من 60 ساعة. إنه يفتحوا لنا الطرق، نحن الآن نعاني. أنا أجيت من تعز، عانينا معاناة شديدة جدا، كلها اللي أتعبنا الطرق. أنا مريت والله يمكن 10 محافظات. هذا يعني أمانة في عنقهم، افتحوا لنا الطرق. نسأل من السياسيين جميعا أن يفتحوا طريق العودة للحجاج اليمنيين. ندعو السياسيين أن يفتحوا الطريق أمام الحجاج. 4 أيام وإحنا محبوسين في نقيل القبيضة، وهم دارين اليمنيين بالكامل كيف سافرنا لما وصلنا لها. مشكل يعني مشكل 4 أيام وإحنا بنحج اليمن أول حاجة، وبعدين نجي نحج هذا. تقرير استقصائي لمبادرة ريجين يمن يكشف تفاصيل استيلاء ميليشيا الحوثي على شركتي سبأفون وواي، وآخر يتحدث عن هيمنة الاستخبارات الإيرانية على قطاع الاتصالات في اليمن. تقرير خامس لمبادرة ريجين يمن استعادة كشف سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بالوثائق والمستندات بشأن استيلاء الحوثيين على شركتي سبأفون وواي بصنعاء. وبين التقرير أنه في سبتمبر عام 2014 اقتحمت عناصر ميليشيات الحوثي شركة سبأفون وعطلت عددا من أجهزة البث وفرضت رقابة مالية وإدارية على الشركة، واستبدلت إدارتها بأخرى مؤقتة مهمتها استلام الموارد والتصرف في الأصول والحسابات المصرفية في الداخل والخارج، قبل أن تضعها تحت تصرف الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر الذي يعد أداة الحوثيين لمصادرة ونهب الحقوق والممتلكات العامة والخاصة. وفي العام 2017 عين الحارس القضائي شقيقه عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارة الشركة، والذي قام بدوره بتنفيذ إدارة تنفيذية بسجلات جديدة استعانت الميليشيات في استصدارها وتزويرها بوزارات ومؤسسات الدولة المختطفة بيدها، أبرزها وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المختصة بإصدار السجلات التجارية. أما شركة الاتصالات اليمنية لخدمات الهاتف النقال واي التي حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع عام 2007 لتكون ثالث مشغل لخدمات الهاتف النقال بنظام GSM في اليمن، فقد ظلت في وضع مترنح بفعل خلافات بين كبار المساهمين إلى أن استولت ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرت على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكان من بين تلك المؤسسات التي تعرضت للصدوى الحوثي في عام 2014 شركة واي. وفي الملف الاقتصادي، اليمن مع الاتحاد الأوروبي يبحثان الأمن الغذائي مع قرب نفاذ مخزون القمح في اليمن، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتلف 275 كرتون دجاج مجمدا.
بحث سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي مع مدير إدارة الشرق الأوسط في مفوضية الشراكة الدولية بالاتحاد وضع الأمن الغذائي وقرب انتهاء مخزون القمح في اليمن. وعبر السفير مصطفى عن تطلع اليمن للحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة لمعالجة هذا الوضع الطارئ. من جانبه أكد المسؤول الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد بالوضع الأمني الغذائي وأن مفوضية الشراكة الدولية ستواصل جهودها مع مفوضية المساعدات الإنسانية في الاتحاد لدعم المشاريع الصغيرة في اليمن. قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر فرعها في محافظة تعز بإتلاف 275 كرتون دجاج مجمد تم ضبطها في أسواق المحافظة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وانبعاث روائح غير طبيعية من المنتج. وأشارت إلى أنه تم إتلافها بالتنسيق مع نيابة المخالفات. وتحذر الهيئة التجار والمستوردين من التعامل مع هكذا منتجات التي تمثل خطرا على صحة وسلامة المستهلك. لأول مرة منذ 20 عاما هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن. ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما. في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه. وأوروبا هي الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت فتيل أزمة طاقة تكوي دول القارة ويمكن أن تؤدي إلى ركود طويل وعميق. تراجعت أسعار النفط بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود. وانخفض سعر خام برنت القياسي في عقود ديسمبر إلى 1.81 دولار إلى 105 دولار للبرميل ونزل خام غربي تكساس الوسيط. وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19 من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد. يلهو أطفال في العيد بألعاب تضمن لهم الاستمتاع بلحظات من الفرح والسرور، غير أن بعضا من هذه الألعاب تتضمن مخاطر جسيمة وتتسبب بإزعاج للمواطنين. يرتبط العيد بمعاني المرح والتسلية التي تتجلى صورها عند الأطفال ممن يقبلون على مواقع الترفيه والألعاب بحثا عن روح العيد وغايته. في أزقة عدن وحواريها ثمة ألعاب يخشى الآباء وأولياء الأمور من أنها لا تحقق أهداف العيد السامية في الترفيه على أبنائهم بقدر ما قد تعرضهم للخطر. حصل كثير من الحوادث من الأطفال أنها أحيانا حدث أنها يجزع الطفل ويجي فوقها طرادة من الطرادة بأربع عجلات وحصلت حوادث كثيرة ونقل بعضهم للمستشفى. الدراجات رباعية الدفع وعربات الجمال ألعاب منتشرة في حواري عدن تمثل متنفساً وحيداً يلجأ إليه الأطفال خلال أيام العيد، غير أنها ألعاب لا تخلو من المخاطر. من ناحية الدراجات هذه خطيرة للأطفال، لما يكون واحد عمره إلى من حدود إلى 6 إلى 7 إلى 8 سنوات يطلع فوق شيكة ولا المربعة دي ولا المثلث ولا العادية هذه خطورة. لما يكون في راجع بابور مسرع على طول تيجي تحته. الخطر الذي تشكله هذه الألعاب لا يتربص بأرواح الصغار فحسب، ولكنه يطال أيضا المنازل المجاورة لأماكن اللعب متسببة بحوادث وخسائر مادية عديدة. بالنسبة للدراجات أبو أربع والجمال هذه صراحة أنها يعني بحكم أنها يعني وسيلة استمتع بها الأطفال، لكن بنفس الوقت تؤدي إلى مخاطر يعني كبيرة على أولادنا، فالواجب على الجهات ذات الاهتمام والجهات المسؤولة أن تضع لها مساحات محددة يعني يستمتع بها الأطفال دون ما إصابات دون ما أخطار على أولادنا. مخاوف المجتمع دفعت المواطنين إلى حماية منازلهم بالحجارة
علهم يمنعون تهديدات هذه الألعاب وما تسببه من إزعاج بجوار أماكن سكنهم. والله فعلا احنا في شارعنا هنا نعاني من أصحاب الجمال وأصحاب هذه النقليات المجنونة اللي يسموها، يعني سوقه بشكل صراحة متهور، لأنه كله بتسابقوا على أنه كل واحد يروح ويعود بالأطفال مشال الفرزة يجي الأول، ونجلس ثلاث أربع أيام العيد وحنا في قلق على أولادنا بالشارع. حتى بيوتنا يعني تعرضت العيد الفطر لأكثر من أقوى على الباب على حرمة البيت، ونعاني والله كل العيد كل عيد. يا ريت أنه ينقلوهم إلى أماكن على السواحل، على الباركينج اللي موجود هنا، على أماكن تكون متنفسات أفضل من الشوارع الداخلية هذه. مطالبات كثيرة للسلطات المحلية المعنية للتدخل ووضع حد للتهديد والمخاوف التي تشكلها هذه الألعاب تجاه الأطفال والخسائر التي تتسبب بها للمجتمع. لا يجد هؤلاء الأطفال أي متنفسات لهم سوى الشوارع الداخلية لمدينة عدن لقضاء أجازة العيد وممارسة ألعاب لا تخلو من الخطر، ما يستدعي تدخلا من الجهات المعنية وتوفير متنفسات عيدية خاصة ومناسبة. بديع سلطان، اليمن اليوم، عدن. ومع أيام عيد الأضحى المبارك تشهد مدينة التريم حضرموت إحياء فعالياتها الشعبية الخاصة بمطلعها العيدي السنوي في مهرجانات فنية واستعراضية رائعة يحرص الجميع على إنجاحها بشكل متميز مع كل عام. في مدينة الحضارة والتاريخ حضرموت يبدو لعيد الأضحى لون آخر متجدد بتجدد عاداتها وتقاليدها العريقة. وكعادتها السنوية تتواصل في مدينة تريم إحياء فعالياتها السنوية الخاصة بمطلعها العيدي السنوي من كل عام هجري، حيث تكتسي الفعاليات حلة جديدة في احتفاء بهيج سبق الإعداد له بطريقة فنية منظمة. في هذا اليوم نحتفل جميعاً مواطني حي الحضرة والسويد وحصن عوض والحوار. في نشاطنا واعتمادات الثقافة كنا نعد منذ قبل شهرين لهذا المطلع. فعالية مطلع العيد السنوي عادة شعبية تميزت بها مدينة تريم حضرموت عن غيرها من المدن اليمنية، فعلى مدى ثلاثة عقود ما تزال هذه العادة الشعبية حية بين أوساط المواطنين متخذة أشكالا وألوانا متعددة ومختلفة، استعراضية منها وفنية تسعى إلى إحيائها مختلف الفرق الشعبية المشاركة في لعبة الشوباني والمكونة من تقسيماتها من عدة حافات كحافة السحيل والمحيثرة التي تعد واحدة من الفرق الشعبية المتميزة بألعابها وطقوسها المعبرة. نحن شاركنا في عدة حافة المحيثرة وما شاء الله بالنسبة لل أهل العدد عدد ما شاء الله متكاملة وفرحة. كل سنة هذا المطلع يتميز من خلال المطالع الماضية، لا شك أن عدة حافة المحاضرة تميز بألعابها وبأعضائها وبعدتها، وهذا نحن نقول أنها سيد المطالع بالنسبة إيش عدة المحاضرة. مهرجان كرنفالي له تاريخه وحضوره الواسع، أجواء رائعة يملأها الفرح والابتهاج بألوان هذا الإرث الحضاري العريق في مشهد يرسم البهجة والسرور على وجوه الصغار والكبار. الفعالية هذه فعالية من 28 سنة وهي مستمرة على كذا، هذه بحارة المحيضرة ليلة سرية بالليل والعصر، ست أو سبع عدد تشارك من السويري ومن سيون ومن الحوطة ومن دمون ومن قسم، وتكون مهرجان على مستوى عالي من هذا سنويا كل عيد الحجة كل سنة. هكذا يحرص أبناء تريم حضرموت
على إحياء طقوسهم المسايرة لمختلف المناسبات العيدية والدينية باعتبارها محطات سنوية يعيش الجميع تفاصيلها الفنية الشعبية الأصيلة على مدى الزمن دون ما انقطاع أو تفريط. يبقى أن نذكر بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يتمون المناسك برمي الجمرات وطواف الوداع في ثالث أيام التشريق. في إحاطته لمجلس الأمن المبعوث الأممي يعترف بفشل مساعيه لفتح الطرقات بسبب الرفض الحوثي. النازحون في الضالع بين أوضاع إنسانية صعبة والحنين إلى ديارهم. نشرتنا انتهت، في أمان الله.